الأدبية. الرد نقل عمن وصف بأنه مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام، ومفاده أن المعلومات التي نشرت لا تستند في مجملها إلى وقائع حقيقية، ومعظمها مختلق وربما لإغراض شخصية أو كيدية. ومن أول هذه المعلومات المختلقة ما ذكر أن وزارة المالية طلبت التحقيق في العدد الضخم للموظفين المتعاونين، ويؤسف هذه الوزارة أن النشر الذي تم لم يراعي أصول المهنة. وأوضح المصدر أنه قد يكون هناك بعض الأخطاء غير المقصودة بذاتها في موضوع التعاون، أو أن يكون التعاون يحتاج إلى تنظيم وتقنين أكثر في بعض جوانبه، شأن أي عمل آخر في أي جهاز حكومي أو منشأة أهلية أو خاصة. إذن اتهامات مفصلة مع كثير من الفضائح، ورد مقتضب يتهم جهات تسعى لتصفية حسابات، فماذا بعد؟ الملك السعودي يعين قائدا جديدا للقوات الجوية بعد إحالة القائد السابق على التقاعد، إجراء كان يمكن أن يكون عاديا لولا اعتبارات عدة طرحت علامات استفهام كبيرة بشأن الخلفيات المحتملة لهذه الخطوة. قال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء في 16 من يونيو حزيران الجاري إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بإحالة الفريق الركن عبد الرحمن بن فهد الفيصل قائد القوات الجوية على التقاعد اعتبارا من تاريخ هذا الأمر. أضاف البيان يرقى اللواء الطيار الركن محمد بن عبد الله العايش إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية. إشارة إلى أن عبد الرحمن بن فهد الفيصل رقي في 8 من أبريل نيسان من العام 2004 وعين قائدا للقوات الجوية خلفا للفريق عبد العزيز بن محمد هنيدي الذي أحيل على التقاعد. وقد اتخذ القرار الملك السابق فهد بن عبد العزيز بناء على ترشيح من ولي العهد الأمير عبد الله وعلى ما رفعه الأمير سلطان وزير الدفاع بهذا الخصوص. وفي حينه تم تقليد القائد السابق وسام الملك فيصل من الدرجة الممتازة تقديرا لما بذله خلال خدمته في القوات الجوية. إذن استنادا لما ورد، ماذا حصل؟ لابد أن ثمة أمرا ما وراء كمة هذا التقاعد الإلزامي لقائد سلاح الجو السعودي. حتى أيام قليلة مضت كانت مسيرة الفريق الركن عربية محتملة. قائد سلاح القوات الجوية كان حاضرا على الدوام في كل المناسبات المتعلقة مباشرة أو بشكل غير مباشر بتلك القوات وعديدها وعتادها، وبالذات الصفقات الضخمة من الطائرات التي أثيرت شكوك كثيرة في شأن بعضها. لكن الأمر اختلف تماما بالنسبة للقوات الجوية السعودية وقيادتها في ضوء المعلومات الخطرة التي نشرتها صحيفة التايمز في 12 من يونيو حزيران الجاري. الصحيفة البريطانية تفردت بنشر تقرير تحت عنوان السعودية تفتح أجواءها أمام إسرائيل لمهاجمة المواقع الإيرانية النووية. وجاء في التقرير أن المملكة بدأت بالفعل التدريب على إيقاف وتعطيل دفاعاتها الجوية للسماح بمرور الطائرات الحربية الإسرائيلية عبر أجوائها لقصف مواقع إيرانية نووية. كما ورد في تقرير التايمز أنه من أجل تسهيل مرور تلك الطائرات قامت الرياض بتدريبات عسكرية لضمان إيقاف عمل دفاعاتها الجوية ومنظومات الصواريخ على أن تعود تلك الدفاعات إلى عملها فور مرور الطائرات الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي متخصص في شؤون الدفاع أن السعوديين أعطوا الإسرائيليين موافقتهم وقالوا لهم إنهم سيغضون الطرف، وإن الأمر تم بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية والتنسيق معها. وقد نفت الرياض صحة هذه المعلومات، كما سبق لها أن فعلت مع تقارير عدة في موضوعات مشابهة نشرتها وسائل إعلام بريطانية وغربية عموما. إشارات عدة إلى أن لإقالة الفريق الركن عبد الرحمن بن فهد الفيصل ربما علاقة ما بما كشفته صحيفة التايمز البريطانية مؤخرا، والجواب فيما تخبئه الأيام القليلة المقبلة. Mm-hmm.
أن الاحتلال سينهار. هذا ما جاء في تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية سرب فحوى في مواقع إلكترونية عدة. نشرت مواقع إلكترونية عدة تقريرا سريا للمخابرات المركزية الأمريكية تم تسريبه والاطلاع على فحواه توقعت فيه انهيار الكيان الصهيوني بعد 20 عاما ورحيل 3 ملايين صهيوني إلى أمريكا وروسيا. وقال التقرير إن حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه المواطنة بالتساوي هو الحل المنصف، وإنه من دون عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين لن يكون هنالك حل دائم وثابت ومستقر في المنطقة. ما ورد في التقرير المسرب ربما يفسر الصرخة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أزنار في مقال بعنوان إذا انهارت إسرائيل انهار الغرب. قال فيه إسرائيل هي خط دفاعنا الأول في منطقة حيوية لأمن الطاقة لدينا بسبب الاعتماد المفرط على النفط الموجود في الشرق الأوسط، وعلى الغرب ألا ينثني عن دعم إسرائيل ويتركها وحدها تواجه مصيرها في هذه الظروف، لأن مصيرنا متشابك لا ينفصم، إن سقطت نسقط معها. مقال أزنار يعكس فعلا مدى المخاوف الغربية والقلق مما لحق بالدولة العبرية من تآكل قوتها الاستراتيجية خلال السنين الخمس الأخيرة، أي منذ حرب تموز تحديدا بحسب تعبير الكاتب حسان نزال في مقال نشره موقع دنيا الوطن. ويضيف نزال ما أصاب إسرائيل في السنوات الأخيرة يترك انطباعا في الغرب باعتبار أن هذه الأدوار آخذة بالتآكل ما لم يلتزم الغرب بدعم إسرائيل ويعدها إلى سابق عهدها كرأس حربة استراتيجية لها قابلة للعمل والتحرك وقت الحاجة ودون معيقات أو مخاوف. هذا الغرب إذن يفصح عن نفسه قولا وعملا بأنه يريد وضع يده على مواردنا التي ما زالت شريان الحياة لتقدمه الصناعي والتكنولوجي، وإسرائيل هي هذا الحارس الأمين لهذا المشروع. هكذا رأى سليمان تقي الدين في صحيفة السفير اللبنانية المشهد بناء على مقاله أزنار، مضيفا إن القلق الغربي على استثماره التاريخي في إسرائيل قد بدأ يهتز. إسرائيل العاجزة عن شن حروب الإخضاع في محيطها بدأت تعاني أزمة تكوينها وشرعية وجودها، فالمجتمع الإسرائيلي سائر إلى تفسخ، والقبضة الإسرائيلية سائرة إلى المزيد من الضعف، والغرب سائر إلى المزيد من القلق بعد أن جرب حروب الاحتلال والحصار والعقوبات. إذن الكيان الغاصب ينهار ويتفسخ، ومع ذلك نجد من يخطب وده من المسلمين والعرب دفاعا عنه وحماية له. لم يعد تبرير إنشاء الجدار الفولاذي الذي قررت مصر بناءه على حدود قطاع غزة مقتصرا على الذرائع المصرية فقط، بل عمدت إحدى الفضائيات العربية لتبريره عبر الذرائع الإسرائيلية وبطريقة إعلامية محبوكة. في إحدى نشراتها الإخبارية تولت قناة العربية السعودية بث تقرير صادر عن الكنيسة الصهيونية بهذا الشكل. في تقرير جديد لمديرية البحث والمعلومات في الكنيسة الإسرائيلية دور